سلام وطمأنينة وهدوء لجميع مشاهدي أكسجين مع رامي. في زيارتي لمصر قابلت أغنى أغنياء مصر، أغنى من المليارديرات، من نجيب ساويرس وياسين منصور. من قلب الصعيد قابلت أغنى ناس في مصر اللي علموني دروس حياتية، وعشان كده أنا حابب أنقلها لحضراتكم في تجربة شخصية مثيرة جدا جدا جدا. واحد منهم قدم نص ثروته ليا. هذه التجربة بنقلها لأن فعلا تجربة العمر. تعالوا نشوف هذه الحلقة الثرية جدا. اهلا بحضراتكم مجددا. النهارده هتكلم على الجزء الثاني من زيارتي لمصر، وايه اكتر حاجة اثرت في زيارتي لمصر. هتكلم على اغنى اغنياء مصر، ولا ابالغ انهم اغنى من اغنى اغنياء العالم، اغنى من نجيب ساويرس وياسين منصور، اغنى اغنياء مصر. والناس اللي مهما تقول لهم في فرص وفي اموال واطيان يقول لك لا، كل الحاجات دي احنا معانا اللي اغنى منهم، كميات من الغنى والفخامة غير عادية. هتكلم عليهم النهاردة. وعلشان انا قابلتهم وكان في درس عمري اللي خدته في هذه الزيارة، الدرس ده انا عايز انقله لحضراتكم، وعايز انقل هذه المشاعر الجميلة جدا 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 اللي شفتها ولمستها وحسيتها وتعلمت منها لما قابلت هؤلاء الناس الفخمين جدا. بس قبل ما اقول القصة وابتدت منين، عايز اقول لكم ان اشكركم جدا على تعليقاتكم وتشجيعكم في الجزء الاولاني من ملاحظاتي على زيارة مصر. الحقيقة ملاحظات او تعليقات بتفرحني جدا، بتفرحني جدا جدا جدا. الناس متفاعلة، مش بتفرحني عشان نجاح الحلقة اكتر ما انها بتفرحني على الناس قد ايه بتحب مصر. لما شرحت كلمة وطن والناس تفاعلت قد ايه، وانا جمعت بعض من هذه التعليقات في الفيديو القادم ده، شوفوه معايا. انا كنت في اجمل بقعة على مستوى العالم، في اغلى مكان في العالم، في ام الدنيا مصر. زيارة لمصر بعد سنين هجرة طويلة، عرفت يعني ايه كلمة وطن. دول اجدادك اللي حفروا في الصخر مجد. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، شكرا لحضراتكم وشكرا لمتابعتكم، واللي اكتر شكرا لحبكم لبلدنا الغالية مصر. حقيقي فرحتوا قلبنا، وحقيقي ان الوطنية واللي بيؤمنوا بالبلد ومصر ناس كتيرة جدا جدا جدا، بس هم مش بيبانوا وسط الحملات اللي ساعات بتكون مدفوعة وساعات مدفوعة بكراهية علشان انهم يهزوا امن البلد. تحيا مصر، ومصر غالية على الجميع، والدليل هذه التعليقات اللي مليانة حب، وشكرا لمتابعتكم. اغنى اغنياء مصر ايه قصتهم؟ هي جات لي دعوه وانا في احدى مدن الصعيد ان ازور احد الاصدقاء في بيته في الصعيد. والحقيقه بيته هو شخص ناجح ومتعلم، ويعني عنده البيزنس بتاعه ما فيهوش اي مشكله ومرتاح يعني. فدعاني ان انا ازوره. في الحقيقه قال لي خلي بالك واحنا رايحين للبيت عندي هتلاقي ناس كتيرة حلوة قوي قوي قوي، يعني بتعزمك انها تخش ويضيفوك، لان دي سمة الصعيد عندنا وسمة اهل القرية. فقلت له اهلا بيهم، ده انا اتشرف. وفي الحقيقة كان هذا اللقاء مع اغنى اغنياء مصر. اول ما رحت الناس عمالة تحيي هذا الرجل وتحييني معاه، يقول لهم كعادة كرم المصريين والصعيدة، قال لك ازاي تيجي ومعاك ضيف وما تخشش عندنا، لازم نعمل معاك الواجب. في الحقيقة دخلت وشفت كنوز مصر الحقيقية، شفت اكثر البشر
أصالة ومعدنهم الأصيل شفته بعناية. عرفت يعني إيه مصر فيها مجد غير عادي ولكن غير معروف للسوشيال ميديا والإعلام عامة. الناس دي يمكن تكون بيوتها بسيطة وأبسط من البساطة فوق ما تتخيلوا حضراتكم. احنا قاعدين هنا في كندا ويمكن اللي بيسمعني في مصر قد يكون ان هو عنده بيت وعنده حيطان وعنده سقف. السقف في البيوت اللي انا دخلتها دي ممكن تكون رفاهية. البيوت ممكن ما يكونش فيها اي نوع من العفش. اللي عنده كنبة واللي عنده كرسي خشب يبقى يقول انا عندي. وفي بيوت مستورة وفي بيوت فيها أساس ظريف وبيوت عندها سيراميك وعندها بورسلين في نفس القرية. بس أنا هعلق على البيوت اللي هي تكاد تكون ما فيهاش أي شيء من الحياة. وهتكلم على الناس دي لأنهم ادوني درس عمري اللي عايز أنقله لحضراتكم. الناس دي مليانة جدا بحب البلد. والناس دي مليانة جدا جدا بحب ربنا وبالرضا الكامل. والرضا الكامل هنا مش عشان ما عندهمش حاجة ولا ان هم في فقر مضجع ابدا. لا، الناس دي هي عندها شبع جدا 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 بمحبة ربنا في قلبهم ومش مخليين محتاجين حاجة. وده بالحرف الواحد. اول قصة هقولها لكم من هذه البيوت. سيدتين اخوات عندهم فوق 60. انا داخل انا وبعض من الاصدقاء والاسرة. والحقيقة بنتعرف عليهم. لازم تخش ولازم تقعد معانا. اخبارك ايه يعني يا خالة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، نشكر ربنا، انا مبسوطة قوي قوي قوي. ولازم نعمل معاكم واجب ضيافة. يا ستي شكرا، ربنا يخليكي. قالت لا، انا لسه خبزة العيش الشمسي الرهيب. العيش الشمسي اللي يعرفه ده اطعم عيش ممكن تاكله في حياتك، عشان معمول بايدين الناس دي، معمول بايدين الناس الاصيله دي. وصدقوني يا جماعه هذا البيت ما فيهوش اي اساس غير الفرن ده. وده قالوا لي دي من الناس اللي عندها امكانيات، عندها فرن الشمسي المكمور زي ما حضراتكم شايفين في الصور كده. وبتعمل، ولو جالها دقيق بتاكل، لو ما جالهاش بتستنى، يعني مفيش. فبتعزم عليا وبتقول لي لا، لازم تاكل خبز ايدي. فقلت لها ربنا يخليكي، متشكر ليكي، واصلي وكده. فزعلت قوي. والراجل صاحبي بيقول لي عيب، دول يعتبروها اهانة، انت في الصعيد هنا لازم تاخد منهم. قلت لهم ربنا يخليكم، طب اخد حتة؟ تقول لي لا، هو عيش والا احنا نزعل. طبعا الاثنين ستات اخوات دول لما يعني ما يملكوش اي حاجة على حسب ما انا فهمت، غير حبة الدقيق دي والفرن ده، ويمكن في كرسي خشب، يمكن ما فيش. بس الناس دي مليانة فرح ومليانة كرم. يا جماعة انا فهمت حاجة من البيت ده. فهمت ان لو انت مثلا عندك مليون دولار في البنك، فجالك ضيف فديت له 50,000 ولا 60,000 دولار من كل ما يمتلك. يعني انت لو بتمتلك مليون دولار، هم العيش ده بالنسبة لهم هو الاكل اللي يمتلكوه دلوقتي. ممكن ما يمتلكوش دي اللي بعد فترة، بس اصروا باصرار شديد وهيعتبروها اهانة. ازاي تيجي وما ردلكش؟ طب يا ستي انت معاكي تاني، مش مشكلة، ربنا موجود، ربنا موجود. عارفين يعني ايه ربنا موجود؟ يعني الناس دي فعلا فعلا معهاش حاجة، لكن أغنى وبتدي بسخاء أكتر من ناس كتيرة معاها ملايين، أكتر من ناس كتيرة عندها في بيوتها أساس وتلفزيون وتلاجة وإير كونديشن. ست دي ما كانش عندها سقف، ما كنتش شايف في بيتها غير يعني غير الفرن ده زي ما انتوا شايفين في الصورة. بس أنا قصدت يا جماعة، قصدت إن أنا ما أجيبش صورة أي حد من هؤلاء عشان ما اكسرش الخصوصية بتاعتهم، عشان ما اتكلمش على ناس واتكلم عليهم انهم مثلا مش مقتدرين ماليا وهم اغنى ناس في مصر. انا ده رأيي. والستات دي ادتني الاختين الشقيقتين الكبار في السن، اعتقد ان هم ما اتجوزوش او حاجة، وقلبهم مليان بالخير للكل. حقيقي حقيقي انا بقيت مستغرب، بقيت مش عارف اعمل ايه
انا معايا العيش الرغيف، العيش الاسواني الحلو قوي بالنسبه لي كان ثروه، لاني فكرت الناس دي ادت كانت عايزه تديني الرغيفين اللي خبزتهم. بس هي انا طبعا يعني قلت لا، طب انا هاخد حته قالت لي على الاقل رغيف، فرحت قبلته لان الراجل قال لي فعلا يعتبروها هنا ممكن تزعلهم، وانا ما كانش قصدي، مش عايز ازعل الناس الحلوه دي. انا معايا ثروه كبيره، الناس دي من اعوازها ادت لواحد يمكن ضيف، مجرد ان هو ضيف وهيمشي مش هتشوفه تاني، ولا عايزه اي حاجه، ولا عايزه ولا مستنيه اي حاجه، لان ربنا موجود بيديها. شفت سيده مسنه اعتقد في اواخر السبعينات والثمانينات، دي بقى الناس بيحبوها قوي. الست دي حقيقه بتقول لي قعدنا نتكلم معاها قد ايه البشاشه وقد ايه الفرحه. عندها كنبه خشب بتقعد عليها بس مفيش سقف مفيش حاجه. الحقيقه قعدت تتكلم على محبه ربنا وان ربنا بيدي، وقعدت تشكر في اهل القريه، وعندها محبه بتفيض للكل. فبقول لها يعني ربنا يخليكي، حد من الموجودين فكر كده يطلع ظرف في حاجه، بصت له بصت الست الصعيديه قالت له بتعمل ايه؟ اللي معاه ربنا ما يعص حاجة، ربنا مدينا كتير اياك وتعملوا كده. فالراجل اللي معايا صاحبي قال للناس دي اوه تدوا حاجة، الست دي نفسها عزيزة قوي قوي، ولو عملتوا كده ممكن ما تدخلناش لشهور طويلة انها تزعل. فبقول لها ربنا يخليك يا خالة، بس يعني انت بتتكلمي ان ربنا مديكي كتير، ما وبتقول ان كل ايه السر، فبتقول لي انا كل ما اطلب حاجه من ربنا، كل ما اطلب حاجه من ربنا يديها لي. احتاج ايه؟ احتاج ايه؟ انا اللي ادي مش اللي اخد. يا سبحان الله، افتكرت مره لما مذيع الشارع قال للواحده كده وقالت له لا انا ادي ما اخدش، نفس الفكره هي دي، هي المصريين الاصله اللي ربنا مبارك البلد عشانهم. صدقوني يا جماعه البيت ابسط ما يكون. وهي بتقول لي، فقلت لها يعني يا خاله طب ليه ما طلبتيش ربنا يوسع رزقك؟ ده مش حرام برضو يعني، ليه يعني ما تطلبي طالما ربنا بيديكي كل حاجه؟ قالت لي لان انا اللي يعيش في محبه ربنا يا ولدي تهون عليه الفلوس، لكن ما اقدرش استغنى عن حنيته، ما اقدرش استغنى عن محبته الكبيره. انا اقول لك على قصه، ده على لسان الخاله الكبيره. بتقول لي انا كان عندي فتاء في بطني، وكانت بطني مفتحه وعامله زي الايه الفسيخه الحمضانه، قالت زي الفسيخ الحمضان بالظبط، قالت الكلمة دي عمري ما هنسى. وقلت له أنا عندي 6 عيال هراعيهم إزاي وأنا بطني مفتحة والعمليات صعبة وما أقدرش، لأن العملية هتخليني أرقد وأنت عارف التكلفة بقى، اشفيني أنت يا رب شفاني. فأنا بصيت كده قلت له شفاك يا خالة؟ قالت لي أه شفاني، ما بقتش احتاج اعمل عمليات وبقيت زي الفل، ومعايا كمان تقرير من الدكتور فلان الفلاني في الاقصر ودكتور فلان الفلاني الثاني ان انا بقيت زي الفل. قلت لها يا خبر ابيض. فببص للراجل قلت يمكن الست بيتهيأ لها، لا انت، انا اللي بيتهيألي، انا رامي بطرس بيتهيألي الكلام ده صحيح. والراجل قال لي اي احنا عارفين القصه دي خاله معروفه والناس كلها بتحبها والكلام ده. سيبك بقى من المعجزه، لكن اللي جوه الفرحه والثقه اللي في عينين الست دي اللي هي بتخدم اهل القريه والاهل القريه بيحبوها، والايمان الشديد وحبها للبلد اعظم من اي شيء، اعظم دليل بالنسبه لي، اعظم دليل بالنسبه لي، مليانين كده فرحه وثقه في الكلام. طب يا وبتقول لي تاني هعيد الكلمة، اللي يشوف ويدوق حنية ربنا تهون عليه الفلوس. سنة ونص حبسونا والسبب فيروس كورونا، أول مشوار علي ناوي هنزل آكل في مصر.
لما يكون اليوم أجازة والصحبة حلوة وممتازة والقعدة ناقصها مشاوي يبقى نطلب من مصراوي. من بعد مذاكرة الأونلاين ومشروع جد ومشروع فاين، محدش فاهم كله فتاوي، عوضها بأكلة مصراوي. من بعد الورك فروم هوم دوشة وزني طول اليوم، ميتنج يدخل فيه رغاوي يبقى ناكل من مصراوي. عرفتوا حضراتكم انا ليه بسميهم اغنى ناس في مصر؟ عرفت ليه حضراتكم ان هم ما يملاش عنهم فلوس ولا اطيان ولا حاجة، ورغم عدم وجود ابسط وسائل الحياة في بيتها الا انها عنيها مليانة وبترفض اي مساعدة، بترفض اي مساعدة ليه؟ عشان بتستمتع بحنية ربنا على حد كلامها انها وصلت انه شفاها. بصوا يا جماعة، انا مش بتكلم على المعجزة، اوعوا تفتكروا ان انا بتكلم على المعجزة اطلاقا، لكن انا بتكلم على العين الشبعانة اللي مهما تديها فلوس ولا حاجة ما تهتمش بيها، بس مركزة على الرضا وعلى الخير وعلى علاقتها مع ربنا قوية قد ايه. بعد كده في ناس يقولك يغيروا رأيهم ولا يخلوهم يخونوا البلد برز وشاي زمن الجماعة، اياها اللي هي فاكرة ان الناس كلها بقرش تشتريهم. حد يقدر يشتري حب الناس دي للبلد؟ ولا حد يقدر يغير قلبهم ولا يخربوا في البلد زي ما الناس التانية اللي احنا عارفينهم بيخربوا للونهار ويلعبوا وعايزين يهزوا البلد؟ مين يقدر يغير قلب الست دي؟ ولا الراجل العجوز الضرير اللي فرحان ولازم نقعد معاه ولازم يقدم لنا كوباية شاي حتى لو يمكن آخر ما عنده، لكن فرحان جدا وهو صوته حلو قاعد يغني لنا بصوته، قد إيه هذا الراجل؟ أعتقد اسمه عم، مش هقول اسمه مع إنه هو اسمه يعني محدش هيعرف هو فين ولا أي حاجة، بس اللي عايز اقوله قد ايه هو كان مصمم جدا 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 وفرحان بينا جدا رغم ان هو ضرير. ويا جماعة اللي عنده اعاقة في الاجواء دي او في الكرة دي بتبقى مضروبة في عشرة في المعاناة، ولكن الابتسامة الحلوة والمشاعر والضيافة الحلوة عند الناس دي عند الخال ده كانت بالدنيا. فرحان قوي 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 وهو بيقول لك يعني، وعنده يعني بنات كبار ومتجوزين وهو جد يعني، وقد ايه قد ايه هو فرحان بينا وفرحان بمجيتنا. احكي لكم على قصة زرت. على فكرة البيوت دي فيها يعني، في بيوت مش كل البيوت، في بيوت فيها كهرباء يعني الحكومة موصلة، وفي بيوت فيها مية ويعني الحكومة بتعمل على قد ما تقدر. أنا هنا مش بنتقد ولا أي حاجة، لكن أنا بتكلم على إن في بيوت وسط هذه الأمور ربنا يعني مديهم حياة كويسة ومحطين بلاط وحطين سيراميك وبورسلين. ومن ضمن البيوت دي كنت بزور ناس، فبصيت لقيت وانا طالع يا جماعة البيت بيرف من النظافة، البيت بيشف ويرف من النظام والنظافة، والاولاد الصغيرين يعني كده زي ما تقول بيلمعوا من النظافة حاجة يا جماعة. فرحت بيهم جدا جدا جدا. والحقيقة كان في بيت يعني في حد عنده واحدة يعني بتغسل مرض أو بتغسل الكلية مرتين في الأسبوع وحاجة مرهقة ماديا ومؤلمة، ربنا ما يسمح لحد فيها، بس اللي يعرف حد دي بتبقى مؤلمة جدا ومكلفة جدا. فالحقيقة أول ما جينا زي ما فرحت بينا جدا وجدا ولازم نقدم أي حاجة وكل القصة دي، لكن برضو عندهم حاجة أول ما شفتنا تقول لا 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 أنا ربنا مديني والحمد لله، لكن جارتي جوزها بقاله 4 شهور ساب الشغل، ياريت لو عايزين تساعدوا جارتي دي.
والا بالدين تنزل معانا عشان نخبط على جارتها. دي قريبتك يا ستي؟ لا دي جارتي، من دينها او مش من دينها مش فارقه معايا، لكن محبه الناس لبعض هو ده اصل المصريين. قولوا لي يا جماعه انا ايه بقى اللي اتعلمه من درس زي ده؟ ده درس عمر ولا مش درس عمر؟ درس عمري ان الناس دي بتنكر ذاتها رغم انها معهاش عشان نساعد مثلا جارتها اللي جوزها بيدور على شغل بقاله 4 شهور. يا جماعة ايه المحبة دي؟ ايه الاصالة دي؟ ايه البلد دي؟ البلد دي قايمة عشان خاطر بركة الناس دي. الناس دي هي فعلا اصل مصر، هي الحلاوة، هي النعمة بتاعت مصر، هي الاصالة. وهم يا جماعة بيعملوا الكلام ده من قلبهم، لا بيطلعوا ولا بيتصوروا، ولا مش بطلع صور اي حد ولا اي حاجة، ولا الناس دي بتدور على مساعدة، دي بتدور على غيرها. فين الكلام ده يتلاقى الايام دي؟ حد يفهمني حد يا جماعه؟ الحسن انا هتجنن، ده كل الناس بتاكل في بعض بره، في اللي عندهم امكانيات اكتر بكتير بتاكل في بعض عشان خاطر قرش. انا عايز افهم يا جماعه فين الاصاله دي؟ فين ده؟ وقلبهم على طول راضي وفرحانين بربنا فرح، يعني عارف لما تتكلم على حد بتحبه قوي تيجي بس سيره ربنا، ربنا ده، ربنا ده خيره كتير علينا يا ستي. فين؟ طب ماما ده ما تعرفش هو حنين قد ايه وبيستجيب لنا قد ايه. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البساطه والحلاوه دي؟ ايه الغنى ده؟ ايه الغنى ده؟ ده انت يا جماعه انا فعلا مش عارف اقول لكم ايه مشاعري مهما كنت فرحان قد ايه. اللي اتعلمت دروس عمر، ده انتوا معكوش حاجه وبتدوا وانتوا معكوش من الاعواز، يعني من احتياج الاحتياج. برافو عليكم مصريين. مستفادة من ضمن البيوت اللي دخلتها، دخلت بيت لسيدة قعيدة مشلولة. يعني هذه السيدة تقريبا ما فيش اي حاجة في بيتها، يمكن كله حتى الارضية تراب وما فيش سقف ونفس قصص الكلام ده، ولكن وشها سعيد جدا جدا جدا. وعرفت ان هذه السيدة لها أولاد طبعا، وهذه السيدة ابنها من المتفوقين دراسيا، طلع من أوائل الثانوية العامة ومن أوائل دفعة كلية الطب، يخرج من الجاف حلاوة. من غير إمكانيات انبهرت انبهار رهيب، قد إيه بندفع دروس خصوصية لأولادنا، وقد إيه بنوديهم مدارس انترناشونال وأجنبية ومش عارف بفلوس قد إيه، ولكن ربنا بارك في أولادها، واحد منهم يطلع من أوائل الثانوية العامة وما فيش غريب. وده أكبر دليل على إن الناس دي عايشين فعلا ببركة ربنا، عايشين ببركة الأرض اللي هم عايشين عليها. أنا انبهرت جدا جدا جدا. وابنها اسمه معروف لأنه هو من أوائل كلية الطب، ودايما بيجي يخدم أهل قريته وعلى قد ما يقدر يعني، والناس ومحبوبين جدا جدا. يا جماعة الدرس اللي تعلمته من الناس دي درس حياة. الناس دي مش عشان معهاش فبترضى، ده مش فرحة ناس راضية بحالها وخلاص هنعمل ايه. دي ناس شبعانة، ناس شبعانة جدا جدا، لدرجة لما بتديها يقولك اوعى ويزعل منك. ناس شبعانة لدرجة انها معاها رغيفين بتقسمهم معاك. ناس شبعانة يقولك اللي معاه ربنا ما يحتاج شيء. طب ما الكلام ده مش مجرد كلام بيتقال، ده عايشينه، والدليل اللي شافها واللي ابنها طلع مش عارف ايه، والراجل اللي لازم تقدم له شو هو اعمى ضرير، مش يمكن معهوش حاجة لكن بيصر لانه عارف ان ربنا بيديه وقت ما بيحتاج.
ويقول لك طب ما تدعي ربنا يحسن حالك ولا تدعي ربنا ان هو يشفيك من مرضك، يقول لك لا احنا حنية ربنا عندنا اهم من اي شيء، ولو اديتني فلوس هتعوضني عن محبة ولا حنية ربنا. يا جماعة الكلام ده احنا ما ندركوش، دي ناس عايشة في تفاؤل وبشاشة غير عادية. انت لما تخش البيت اللي مفهوش اساس زي ما احنا موجود في بيوتنا بتحس ببشاشة غير عادية، بتحس بفرحة كده غير عادية، تحس الناس من جوه مزقططة، مش بتمثل انها فرحانة، مش بتمثل انها محتاجة. دي لما تتكلم عليها تتكلم على الناس الحلوة اللي جنبها، كل فكرها في احتياج الجار. طب ما انت عم مش قادر، مش يمكن مش لاقي تاكل وتشرب، يقولك لا انا عندي ربنا، عندي اغنى حاجة في الدنيا حنية ربنا. دي مصر يا جماعة، دي مصر الحقيقية اللي يقولك فيها مشاكل كتير لكن قايمة على بركة الناس دي. في ناس عايزة تهدها من بره وعمالة تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي في مصر عشان تهدها، واحنا شايفين من هنا، انا بشوف بعناية ناس وصفحات وجروبات عمالة تنهش في مصر، وانا بقول ربنا حافظ مصر لسبب معين هو سبب الناس دي. ربنا حافظ مصر من شر ناس الصراحة انا بقول عليهم ادنى مستويات البشر اللي بيهاجم. انا مش بتكلم على ناحية سياسية، بتكلم على ان الناس دي هم اصل البلد دي. الناس دي الحج والحجة والمقدس والمقدسة، والناس اللي فيها أصالة وفيها علاقة قوية جدا مع خالق الكون، فيش حد يقدر يملى عينيهم لا بزيت ولا برز ولا بكل مباهج الدنيا، لأن هم حقيقي أصلة كفاية وعايشين حياة حلوة مع ربنا. في الحقيقة في قصص كتير، وأنا قلت لازم أنقل لحضراتكم. في ناس يقولك إيه يعني اللي بتتكلم عليه، يعني إيه ناس فقراء وراضين؟ لا 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 لا، دول مش فقراء وراضين، دول شبعانين. وأوعى تقول عليهم فقراء، دول أغنى أغنياء مصر، دول اللي تأثرت بمحبتهم وما يعرفونيش، دول اللي ضيفوني وما عندهمش، دول اللي فرحانين وكل الأسباب اللي عندهم ممكن تكون محزنة لناس تانية، بس هم دول اللي شبعانين وما عندهمش، شبعانين اكتر من ناس عندها ملايين الدولارات وملايين الجنيهات وبرضو بيحاربوا بيتعبوا ناس وبيسرقوا وبيعملوا. مش بقول كل الاغنياء كده، بس بقول ان في ناس كتيرة ممكن يكون معها فلوس وبتبقى لسه جشع، دول مليانين خير ومليانين بشاشة ومليانين غنى كتير قوي. اتمنى انا بتكلم على نفسي ان اخد 1/10 من المحبة والخير اللي هم عايشين فيه من قلبهم الطيب، من البشاشة ومن الكرم الجميل.